صباح النور البنات، كي دايرين؟ اليوم غادي نوريكم كيفاش كان التتمه ديال تجميد الافوكا، وكيفاش صاوبت هاد البصيله بالزبيب، وكيفاش جات لاله مولاتي القصعه ديال مدهوسه داكشي غزال. صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحيحه؟ كي داير مع هاد البرد؟ كلشي مزيان؟ ايوا كاين شي حريره، كاين شي بلبوله، كاين شي. دابا غنصاوب الفطور الجاد. درت الماء ودرت فيه النافع، غندير فيه معلقه ديال الجنجلان، وغادي ندير فيه هاد الزيت ديال هاد الشريحه مع الثومه، كنديرها من العام للعام. دابا هادير ديال العام اللي فات، شي كي كتولي عرفتي واحد الطيبه فيها مع داك الثومه، ما نقولش لكم، فنه فنه. غندير له وحيت مروح، غندير له شويه ديال الزيت منها، وغادي ناخذ منها حتى شي شريحات حتى هما نديرهم مع الحريره. هنايا واحد جوج شريحات ها هما كيصغار، وسبحان الله العظيم غادي نديرهم حتى هما صافي. ودابا غادي نزيد طحين الزرع، صافي غنخليها هادشي يغلي حتى يطيب، وغنزيد عليه شويه الحليب. انا زدت عليها واحد شويه الحليب، صافي نخليها تطيب. هنا البنات انا غاده معروضه، غنوجد لمصطفى شويه ديال الدجاج غير بالزيتون، ندير له شويه الفريت وشليضه، وانا غاده معروضه ناكل مدهوسه. وي 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 وي، وهانتوما معايا. هنا درت البنات الدجاج، البزار، سكنجبير، الخرقوم، البصله، وغادي نخليه يتشحر وغنسد عليه، ما غنقلي لا بصله لا والو. هنا البنات كما كتشوفوا راه كاين الماء، كديري الدجاج وكديري الماء، القياس اللي غتسدي عليه راه كتجي مرقه زوينه. واخا تشوفوا الماء هكاك، دابا غندير له الربيع ونسد الطيار ديال الجاد، غنزيد عليه بنينه صافي، وغنطحن كلشي. هنا البنات داك لافوكا اللي صاوبت دابا قصاحت، دابا باش غنديرها في الميكات. هانتوما دابا كما شفتوا هنايا، ها هي دابا في الميكا، ها هي محلوله، كتجبديها كتجبدي القياس اللي بغيتي، وهي محلوله ماشي كتلصق مع بعضياتها، جا محلها. المهم هذه هي طريقتي انايا اللي كندير في لافوكا الا كانت هكا عندي شويه بزايد. البنات صافي غادي نحط غدا مصطفى، بقى فيا قال لي لا خليني غناكل في الزنقه، قلت لا غيانا صوت ليه، ما تليتش درت الفريت، درت غير البصله والزبيب، مشيت مع لقيت البطاطا تسالات صافي. هي هذيك فلفلة حارة، واخا الحلاوة كتعجبو هو معاها فلفلة حارة صافي. ودرت ليه الشليضة ديال الباربا في الطباس الجداد اللي شريت، ايوا صافي بالصحة والراحة. ودابا البنات جينا عند السيدة اللي قلت لكم غنتغداو عندها مدهوسة، ايوا هانتوما ما شهيتكم فيها داكشي، يا سلام. وحطاتنا مسكينة أتاي وخيراتنا ما بين المناضة، اي والله عطاها صحتها والله يخلف عليها. ايوا دوزنا واحد النهار وعشيويه ما نقول لكمش، مجمعين ضاحكين. ايوا دابا البنات قصرنا مع راساتنا وجلسنا وعودنا القصص والازليات، ايوا هادشي اللي كاين. والبنات ما تنساونيش من اللايك ومن تعليقاتكم، تبقوا على خير.